طبقة جديدة لعرض أزياء الكلاب في بريطانيا يحصل في نهايتها كلب واحد على لقب الأكثر أناقة. وضمت المنافسة العديد من الكلاب من سلالات متنوعة، وحضر المسابقة 160 ألف زائر. And Faulkner senses through the Scottish Terrier. Another male, double 6-5-9. The winner of the Terrier Group Cross 2018 is the Scottish Terrier.